كمان في الاجتماع قرر المجلس خلال الاجتماع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة، تشجيعا للمواهب المختلفة وتوفير البيئة المثالية لهذه الكوادر للوصول لأفضل المستويات. برضو ده كلام مهم جدا، انك تشتغل من الناشئين ومن البراعم كمان. المراحل المبكرة دي هي دي اللي محتاجة دعم عشان تديك نتاج في الفريق الأول وتكون شخصية بطل ويبقى عندك هوية النادي الأهلي في كل لاعبيه. وده اللي بيحصل في النادي الأهلي دايما، بالمناسبة دايما اللاعب اللي طالع من النادي الأهلي من مرحلة البراعم والناشئين عنده شخصية النادي الأهلي، بيقدر يتحمل ضغوط النادي الأهلي، بيقدر يستوعب جمهور النادي الأهلي، بيقدر يستوعب كمان حجم واسم النادي الأهلي اللي مش سهل أي حد يلعب باسمه بالمناسبة يعني. فبالتالي ده شيء مهم جدا، ويشكر مجلس إدارة النادي الأهلي دائما أنه محافظ على ده، محافظ على أنه هو يحافظ على مواهبه من أصغر سن ممكن داخل النادي الأهلي في كل الألعاب. وده شيء مكلف ومش سهل، الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول ليه بكتير. أنت واصل أن كل ألعابك دلوقتي بتنافس على كل البطولات اللي بتخشها، فبالتالي بقى بتدعم الفرق دي بناشئين لازم يتربوا في النادي الاهلي كويس قوي، لازم ياخدوا الدعم من النادي الاهلي كويس قوي عشان يبقوا مجهزين. ده انت عندك ابطال اولمبيين في النادي الاهلي، عندك ابطال في كل الالعاب جماعيه وفرديه. الحفاظ على ده شيء مش سهل، لكن النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي مصر على انه هو يحافظ على المكانه اللي هو فيها بدعم الشباب دي.